ايه ده، انت خدتي البيبسي بتاع ابني وبتشربيه؟ انا مش كفايه حطلك الاكل ده كله تاكلي منه؟ هو فين الاكل ده؟ انا مش لاقيه حاجه. ما قدامك ليمونه اهي، ما اكلتيهاش ليه؟ هاتي كده، ده البيبسي بتاع ابني. سيبي اتفضل يا قلبي، البيبسي بتاعك اهو، اشرب وتهنى. الاكل يا ماما. طبعا يا حبيبي، طلبت لك الكنتاكي اللي انت بتحبه. حاضر يا حبيبي، هجيب لك شيبسي حالا. اتفضل يا حبيبي. ايه ده، وسعي كده، ده مش بتاعك. وسعي، انا جبت لك انت حاجه تانية. خدي لقمه عيش اهي، كليها. اتفضل يا حبيبي، اتفضل الشيبسي اهو. عايز حاجه؟ اجيب لك ايس كريم؟ اجيب لك ايه يا حبيبي، نفسك في ايه؟ حاضر يا حبيبي، هجيب لك علبه ايس كريم كبيره. اطلعي من عندك، اطلعي، هتوسخي الدنيا. اطلعي لو سمحت، اطلعي. اتفضل يا حبيبي، ايس كريم اوريو اللي انت بتحبه. ايه ده، انت قاعده عندك بتعملي ايه؟ امسكي نظفي المكان يلا، بدل ما انت قاعده كده. انت كمان بترميها لي؟ طب تعالي بقى شوفي هعمل فيكي ايه. تعالي لي بقى، انزلي يلا، انزلي نظفي البيت يلا. حبيبي لو سمحت، خد بالك من التليفون بتاعي اهو، انا حطاه يشحن، خد بالك منه كويس قوي. اوعي يا عمر حد يلمسه، لان عليه حاجات مهمه جدا. ولا انت كمان. يلا انا هدخل جوه انام شويه وحافظ على التليفون ده. التليفون ده شكله حلو، العب بيه وانزل ببجي. ماما ليه ده؟ ماما تبدي هاتي يا عم. سيبو ببجي. لا ماما، هاي عمر كان هيبوظ التليفون. ايه ايه ايه، عمر كان هيبوظ التليفون ويلعب بيه ببجي؟ انت اخدت التليفون فعلا من على الشاحن؟ انت لو كنت نزلت عليه العاب كانت كل الحاجات المهمه اللي عليها تضيع. بقى اختك اللي انا عماله اشتمها وبهدلها تطلع اشطر منك وسع كده، وسع كده. انا غلطانه ان انا بعاملك كده، المعامله دي افسدتك، المفروض تسمع كلامي مهما ان انا اقوله. انا اسفه ليكي يا حبيبتي، انا حقك عليا بجد، انا بعد كده هعاملك حلو وهجيب لك كل حاجه نفسك فيها. نفسك في ايه يا حبيبتي؟ في ايس كريم. هجيب لك يا حبيبتي ايس كريم اللي بتحبيه، على شكل اوريو وعلى شكل ميجا كمان، عشان انتي حبيبتي. عجبكم الفيديو؟ ما تنسوش سبسكرايب. مع السلامه، باي باي.